هذه بصيله الحوت سبيسيال، هذه كنديروا بها البسطيله ديال الحوت، هذه البودره ديال الكروفيت، هذه البسطيله البيضاء اللي كنديروا بها الدجاج والكروفيت كنسموه الدجاج، الدجاج المالح. هذه الدجاج المقلي، يعني انا كندير به ديك الحشوه ديال الدجاج اللي كنعمر، كندير بهم هذه العطريه بوحدها. عندنا الخضره المجففه، عندنا الباغينه ديال الدجاج حبيبات فيها الاعشاب، عندي العطريه ديال الحامض باليازير بالنسبه لبيبي باش كنلقموه، عندي سكنجبير بالليمون كنديروه باللحم، وعندي البزار بالحامض حتى هو كنخدموا به الدجاج ونخدموا به الكفته تاع الدجاج ولا ديال بيبي بريوات. كاين العطريه اللي كتجينا وكنلقموها، كاين العطريه اللي كنخلطها الراس. تبارك الله حتى العيالات ولاو كيتحمسوا للطياب، كيتحمسوا للعطريه، يعني من كتجي عندي كتجي فرحانه، كتقولي مالك راه درتها، واخا قلتي لنا حنا في هذه راه حنا لقمنا بها هذه وهذه، المهم خصهم البنه هاد العطريه ما تخافي، واخا تخلطيها كلها ديري غير الزبده والموطارد وكتعطيك واحد اللوغو. انا حيت المهنه ديالي طباخه وكنت كنمشي نشري العطريه وكتعجبني، يعني كتشوفي العطريه ديالك وهنينا. ديما كتمشي للتقدا، هي ملي كتفعي طرنيت كتعلم قبل ما تبدا تعلم الناس، كانت هي كتمشي للتقدا كتجيب العطريه، كتجيب من هنا ومن هنايا، وموهبه سبحان الله العظيم كتحط داك العطريه. بعض المرات انا بعض المرات كنمشي للثلاجه كنلقى داك العطريه، كنكون بحال باطيب شي حاجه حوت ولا شي حاجه، كنبدا نشم داك الميكات كنلقى فيهم لوغو ديالي، هذا كنلوح كندوقها كنقول لها كي جات زوينه، نقول لها راه داك العطريه اللي كنتي جبتي ونساتها هي، راه ما مزي موده واحد النهار قلت لها شوفي انت كتقدمي هاد الحلويات ودابا كتعلمي هذا، ديري محل فهمتي واستافدي، سمعتي استافدي اون ميم طون غادي تقربي الناس ليك، اون ميم طون غادي تستافدي حتى انت ما تبقاش كل ساعه غادي تقداي وكذا، هذه الفكره وربي سبحانه وتعالى يسر. حنا درناها غير ضحكنا بالاول العظيم. انت نادم على هاد المهنه؟ لا لا عمري ما ندم عليها، انا كنحبها والله ما يمكنش، انا كنكذب عليك كنبغيها كنبغيها وكنعطيها بدون فهمتي، لا كنبغيها ما يمكنش ليا ندم عليها.